شهدت مختلف الكنائس في محافظات الجمهورية حضوراً كبيراً من المواطنين، وذلك تزامناً مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وإقامة صلوات القدس، وذلك وسط مشاعر من المحبة والتآخي في ظل حرص عدد من المسؤولين والقيادات التنفيذية بالمحافظات على مشاركة الإخوة الأقباط احتفالاتهم. حضور كبير شهدته مختلف الكنائس في محافظات الجمهورية تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد وإقامة صلوات القداس. كل سنة وانتم طيبين. احنا النهاردة طبعا في مطرانية البحر الأحمر كنيسة أنبا شنودة كنا النهاردة بنقابل المهنئين، مجتمع جميل، مجتمع نموذجي، مجتمع البحر الأحمر بقيادة معالي الوزير السيد المحافظ عمرو حنفي، القيادات، الجيش، الشرطة، قيادات الوزارات، سادة وكلاء الوزارة، رؤساء المدارس، النظار، يعني المجتمع كله متعاون، فرحان بمسؤوليته، عارف ان احنا هنا ملتقى كل الامم. كل سنة وانتم طيبين وتعيشوا وتجونا في المواسم والاعياد الدينية والاعياد القومية، ودي هي طبيعة مصر. مصر بخير بشعبها وبكل المحبين اللي هم بيقدموا محبة خالصة، لأن شعب مصر شعب عريق يعني امتد إلى عبر العصور، وهو انفرد في الإنجيل آية لمصر يقول مبارك شعب مصر، مبارك شعب مصر، دي حاجة مخصوصة وربنا حاطط عينه على مصر. ونقول لكل المصريين كل سنة وانتم طيبين وعود عليكم الآن بخير. في ميلاد السيد المسيح ترنمت الملائكة قائلة المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر. وفعلا ميلاد السيد المسيح جاء برسالة سماوية هي رسالة المحبة والسلام اللي صار بين الله والبشر، وما أحوج العالم في هذه الأجواء المشحونة بالحروب والمنازعات في أماكن كثيرة، سواء كانت هذه الحروب حروب عن طريق استخدام الأسلحة التقليدية أو أسلحة اقتصادية أو سياسية، ما أحوج العالم في هذا الوقت للسلام، وهي كلمة والأنشودة اللي رنمتها الملائكة في ميلاد السيد المسيح. كلمة تهنئة لكل الشعب المصري ولقيادات الكنيسة، خلاصة البابا توادرس الثاني ونيافة الأنبا بخوميوس مطران البحيرة ومطروح وشمال أفريقيا، ولكل المصريين وربنا يجعل الأيام بخير وسعادة. كلمة خاصة بالعيد في كلمات قليلة، عيد الميلاد يحمل مجموعة من الدروس من خلال الشخصيات المرتبطة بعيد الميلاد. العذراء مريم ناخد منها درس نقاوة القلب والطيبة والبساطة. مشاعر المحبة والنسيج الوطني والوحدة ظهرت جليا خلال احتفالات قداس عيد الميلاد، إذ حرص عدد من المسؤولين والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظات إلى جانب عدد من ممثلي القوى والأحزاب السياسية على تقديم التهنئة بعيد الميلاد. من هنا من أرض محافظة مطروح أتينا اليوم إلى كنيسة السيدة العذراء بمطروح لتقديم التهنئة لكل أبنائنا وأخواتنا ومواطني مطروح من الأقباط في عيد الميلاد المجيد. نقدم لهم التهاني ونقول لهم عيد سعيد وسنة سعيدة علينا جميعا يا رب بإذن الله تعالى. النهاردة كنا بنقدم لهم التهاني مع كل الأجهزة التنفيذية والشعبية بمطروح، لأن شعب مصر وأبناء مطروح ومصر كلها بأقباطها ومسيحييها هم نسيج واحد. أمنياتي إن شاء الله أن مصر تكون بخير وكل الشعب المصري سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين يبقوا بخير، وكل سنة وشعب المصري كله طيبين، وإن شاء الله القادم أحلى. إن شاء الله سنة سعيدة على الناس كلها، وبإذن الله كل الخير للناس كلها، وربنا ينزع الحزن والهم والغم عن الناس كلها، وتبقى الناس كلها في صحة وسعادة إن شاء الله. كنا نتمنى الحب يسود والسلام يسود وكل حاجة تسود. يعني أنا بقول كل سنة طيبين ومصر كلها بخير، وسيادة الرئيس بخير، وسيدنا قداسة البابا طوارس بخير، سيدنا بابا خوم، كل شعب مصر كله بخير، وربنا يجعلها سنة سعيدة على الناس كلها. كل سنة طيبين وكل شعب مصر بخير،
وسلام وسعادة إن شاء الله، ويكون علينا سنة سعيدة على الكل، كل المصريين بإذن ربنا. وتأكيدا على مشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح الذي يميز أبناء الشعب المصري، ووسط أجواء من المحبة والألفة، حرص عدد من المسلمين على المشاركة في احتفالات عيد الميلاد، لتبقى مصر مهدا للسلام والمحبة وموطنا للأمن بوحدة وتكاتف جميع أبنائها.